من توفيق ربنا سبحانه لعبده، هذا الذي يلي أمر المسلمين. وربما لا يصل إلى علمه أشياء يلقى تبعتها عند الله أمامه، من لطفه به أن يوقفه عليها إذا لم يأتيها هو، هي تأتيه. من ذلك ما رواه مالك فيما ينقل عن العتبي عن يزيد بن رومان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى يوم، خرج يوم إلى خيبر، فقال تحت شجرة، قال فإنه لقائل إذ جاءته امرأة من العرب فدنت منه فمست قدمه، لأنه نائم تريد أن توقظه، مست قدمه فانتبه وقال ما لك، ما حاجتك يا أمة الله؟ قالت له توسمت فيك الخير. لم تعرفه، لا تعرف أن هذا هو أمير المؤمنين. قالت توسمت فيك، ثم انظروا هذا العجب، هو رجل نائم والرجال كثير، ترى تقول هذا أتوسم فيه الخير، هو الذي يقضي حاجتي، وصدق الله ظنها. قالت توسمت فيك الخير، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعث إلينا عاما أولا محمد بن مسلمة ساعيا، الساعي هو الذي يجبي الزكاة ويفرقها، بعث إلينا عاما أولا محمد بن مسلمة ساعيا وأمره أن يأخذ من أغنيائنا ويرد على فقرائنا، فجاءنا فلم يعطني شيئا، وأنا امرأة مؤتمة، مؤتمة أي عندي أيتام، وقد بلغني أن عمر بن الخطاب سيبعثه العام أيضا. قالت فأحب، هذا توسمت فيك الخير، فأحب أن تأتي معي إليه، إلى محمد بن مسلمة، فتوصيه وتكلمه لي لعله إن جاء يعطيني. فقال عمر يا يرفأ، يرفأ خادمه، يا يرفأ أدعو لي محمد بن مسلمة. فقالت المرأة ليس هذا أردت، إنما أردت أن تذهب معي إليه، يتخاف كيف جاء. فقال عمر إن لم يأتنا جئنا. فوصل يرفأ إلى محمد بن مسلمة، قال أمير المؤمنين يدعوك. فأنكر هذا، ماذا يدعوك في هذا الوقت؟ قال ماذا يريد؟ قال لا أدري إلا أني رأيت عنده امرأة. فقال محمد بن مسلمة هي من إحداهن. فذهب، فلما بلغ عند عمر قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فلما سمعت المرأة ذلك استحيت وجمعت عليها ثيابها. فقال عمر أتدري كيف كنا وأنتم قبل الإسلام؟ قال محمد بن مسلمة يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، دعني أفسر لك. ما قال كنا أكلة رأس، والعرب جميعا أعداء لنا، كنا أكلة رأس يعني كنا قليلين، رأس رأس يشبعنا جميعا، كنا أكلة رأس، العرب والعرب جميعا أعداؤنا، يعني الآن كثر الله عددنا وصرنا سادة على الناس. قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، قال بعثتك عام الأول مصدقا على هؤلاء، يعني تجبي الزكاة، وأمرتك أن تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلم تعطي هذه المرأة. فقال يا أمير المؤمنين أما أن أكون تعمدت تركها فذلك لم يكن، وعسى أن أكون أخطأتها أو لم تأتنا. فقال عمر فإن بعثتك العام فأعطها للعام الأول وأعطها للعام الثاني. ثم التفت إلى المرأة وقال الحقي بخيبر، لأنه كان هو في خيبر، قال الحقي في خيبر، الحقي بخيبر آمر لك الآن، بعد الآن أعطيك شيئا قبل أن يأتيك هو. أنا عندما أرى هذا أنظر إلى لطف الله سبحانه بعباده، لطف الله بهذه المرأة التي لها الأيتام، ولطف الله سبحانه بأيتامها، ولطف الله بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لم يريد ربنا سبحانه أن يلقاه عمر بتبعة هؤلاء الأيتام وأمهم في رقابته يوم القيامة. فلما غاب هذا الخبر عن عمر أتاه الله به إليه وهو نائم، لئلا تكون التبعة له.